اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو مسلم، شايف او اذا كان هناك مشروع طويل الامد زي ما قال المهندس احمد مجاهد في بعض لبعض مصادرنا، يعني قال ان هناك مشروع طويل الامد ما بين الاتحاد المصري وكارلوس كيروش خلال الفتره القادمه، هل ده وفنجاده طبعا، واعتقد ان فنجاده له الدور الابرز في هذا الامر، هل تعتقد ان ده ممكن يغير وجهه نظرك؟ بمعنى انا عايز اكسب ماتشين ليبيا وعايز احقق طموحات الشعب المصري من خلال في امم افريقيا القادمه وفي كاس العرب القادمه، ولكن في نفس الوقت في مشروع طويل الامد. ما ده اللي بنتكلم فيه، او ده الطبيعي اللي هو الناس كلها في اوروبا ماشيه عليه، اللي هو انت تعمل خطه اسمها طويله الاجل. خطه طويله الاجل دي مثلا 4 سنين او 5 سنين اقدر اعد مثلا كذا منتخب اشوف وصل لحد ازاي، وهنشتغل نفس الطريقه ونفس الشكل ونفس الفريق الاول بيشتغل عليه. ايوه ده اللي بنتكلم عليه. هو راجل بيشتغل على سيستم معين، عايز كل الاستاف اللي تحته او كل المنتخبات اللي بتشتغل هي نفس الشغل بتاعه. أوكي. عشان لما يستعين باي حد منتخب اولمبي او شباب او اي حاجه بيستعين المنتخب الاول لازم ما يحسش ان هو غريب، يشتغل على نفس الشكل يعني يشتغل نفس الشغل بتاعه ونفس السيستم اللي هو شغال عليه. ايوه بس نتمنى ده اللي بيقول لك عليه شغال في يعني مثلا صوره زي ما احنا شفناها معظم العالم كله، معظم العالم بلجيكا منتخب بلجيكا مصورينهم وهم عندهم 14 سنه و13 سنه لحد لما وصلوا لوكاكو، دي شفت الناس صورة عامله ازاي وهذا الناس كلها صورها وهم صغيرين، هم كانوا عاملين التارجت دوت او هيحققوا التارجت دوت. فاحنا نتمنى ونتمنى حاجه ثانيه، نقطه كمان يا اسلام، الراجل كمل او ما كملش، اللي يجي يكمل من وصل مثلا راجل 60% 70% يكمل على نفس الشغل. ده انت شفتها فين هنا؟ دي ما حصلتش. ما انا بقول لك كل المدربين اللي بيجي بيخلص على اللي فاتوا بيبتدي من جديد. دي بقى مشكله كبيره، اللي احنا نبتدي مثلا انا بدات من 50% او 40% المفروض خلاص اكمل وابتدي اشتغل واطور في الحته اللي عندي فيها نواقص فيها واشتغل عليها. لا احنا بنهدي تاني السور وبندخل ناس ثانيه جديده وبنطلع ناس بره وبندخل، فده كله اللي خسران فيه المنتخب. فاحنا بنتكلم في كده، اللي احنا عايزين هنكمل بالراجل، مقتنعين بسياسات الراجل، مقتنعين بشغل الراجل، نكمل. لو لقينا الموضوع مختلف يبقى احنا من اول الطريق نقدر يعني نقدر ونحط اوبشن في العقود برضك يا اسلام. لازم تخلي بالك بره كره القدم بقت صناعه وبقت سبونسر وبقت ماركت وبقت كل حاجه، لازم اجيب مثلا الراجل دوت هشوف هيشتغل ازاي واحط شرط في الجزائي في العادي بتاعي، لو انا في الفتره معينه ما حققش اللي انا عايزه او التارجت 1 2 3 4 نقدر نطلع الموضوع بسهل جدا زي ما الناس بتشتغل، عشان ما يجيش يقول لك احنا قعدنا مع كوبر ده قال لك الشرط الجزائي مثلا ما شرط الجزائي بتاعه كبير وشويه يطلع ايه، لا انا لازم اتكلم انا الاقوى، انت جاي مصر بلد كبيره فلازم اشوف احضر حد على قد مستوى الحدث، يعني اسم كبير على قد مستوى الحدث اللي نشتغل عليه. طيب انت شايف كارلوس كيروش هينجح مع المنتخب ولا لا؟ من السي في من رؤيتك؟ مش شرط خلي بالك، وخلي بالك في مدربين كبار جدا بتشتغل مع منتخبات ما بتحققش النتيجه اللي هم عايزينها، والعكس صحيح زي ما احنا بنشوف. مثلا جينا نتكلم على مثلا مش بنقول منتخبات، نقول مثلا انديه، يعني انت مثلا كان مثلا مانويل جوزيه لما جينا ما كانش نفس المستوى اللي كان موجود فيه الفتره اللي بعد كده، انت فاهم ازاي؟ النادي الاهلي هو برضه عمل اسم كبير وحطه على الساحه بشكل كبير جدا، فزي ما بكلمك دي نقطه موجوده، مش شرط ممكن يكون لما انا اجيري ده كان مدرب كبير اسم كبير، هنروح بعيد ليه؟ هو اسم كبير وشكل كبير، يعني اسم كبير وليه منتخبات كبيره جدا وسفيق قوي جدا، ما حصلش برضك اللي احنا عايزينه او اللي احنا مقتنعين ما حققش التارجت بتاعه. تارديلي لما جه مع منتخب مصر لعيب كبير مدرب كبير ومسك في ايطاليا وحاجه كبيره جدا برضك ما نجحش. فاحنا بنتكلم مش شرط، انا مش شرط اللي انا راجل الدافع او الدوافع اللي عنده هيقدر يحققه لي في الفتره دي ولا لا، ده اللي بنتكلم عليه. هيقدر يتاقلم، هيقدر يعرف الاجواء الافريقيه، هيقدر المساعدين بتوعه اقوياء اللي هم ده برافو عليك. ده السؤال، هل دور بقى كابتن ضياء وكابتن شوقي محمد شوقي وكابتن عصام الحضري اعتقد لهم دور كبير خلال الفتره على الاقل الاولى؟ طبعا كابتن ضياء طبعا بنتكلم واتمرن عليه، مدرب كويس جدا اكيد هينقل له الصور الرؤيه بشكل كبير جدا. محمد شوقي طبعا ده اخويا طبعا، بنتمنى له التوفيق والف مبروك طبعا المنصب الجديد. شوقي الواحد مقتنع بيه جدا، محمد شوقي مدرب شاطر، مدرب مجتهد، بيقدر يشتغل بشكل كويس جدا، عنده شغله بيحب شغله جدا. فانا شايف شوقي برضك كادر قوي من ضمن الكوادر القويه اللي موجوده في مصر. والحضري طبعا الفتره اللي فاتت انا كنت اتصال بيه كان بيطور نفسه، بياخد دورات كتير في مظبوط في الاتحاد الاسيوي، بس جاي دوره في اسيا. فالشغل انا شايف ده حقهم الطبيعي اللي هم موجودين، وده طبيعي اللي هم موجودين فيه. دلوقتي الكوره بقى تطور، بقت علم، ما بقتش زي مش ممارسه. دلوقتي بقى علم، وعندك انديه كتير او منتخبات كبيره جدا المدير الفني بتاع هنروح مورينيو، ما راجل برضك ما كانش لعيب كبير، انت فاهم ازاي؟ هو ما لعبش كوره، هو راجل دارس. فاحنا بنتكلم على دلوقتي بقى التطور والشكل الجديد او اللي انت تقدر تتاقلم مع العالم المنتخبات القويه بالعلم. لازم اطور نفسي، لازم اخد دورات، لازم اشتغل. عارف بمناسبه التطوير والعلم ان كارلوس كيروش مدرس مساعد او مدرس في جامعه لشبونه في البرتغال وفنجاده كمان، فاعتقد ان هو
وبيدرس لمجموعه كبيره من الطلاب يعني. طبعا خلي بالك فينجادا لما احنا كنا مثلا بنسافر البرتغال مع مستر مانويل جوزيه كان اسمه بروفيسور، هم هناك مسميه بس هو معروف. اه فينجادا خلي بالك فينجادا مشهور جدا في البرتغال واسم كويس خلي بالك، بس احنا بنتكلم على يعني على الصعيد اللي هو الدولي او المنتخبات. ما مسكش منتخبات قويه يعني انت فاهم، اوزبكستان المنتخبات اللي هي اللي هو اللي نتكلم عليه اللي هو الثالث او الصف يعني التغيير يعني اللي هم المستوى الثالث او الثاني او كلام من، مش منتخبات توب. فاحنا بنتكلم نتمنى طبعا التوفيق او الاختيار يكون صح الفتره ديت عشان الناس متعطشه والجماهير متعطشه اللي نشوف منتخب مصر ايام الكابتن حسن شحاته. ده اللي بنتكلم فيه، اللي هو انت بتشتغل اداء مميز مع نتيجه، ودي معادله صعبه جدا الايام الفتره طبعًا ديت طبعا. فلازم اللي يجي لازم يشتغل بجد، لازم يحقق بجد، يشتغل لصالح مصر الفتره اللي جايه، اللي انا هقدر اعمل جيل ازاي، هحقق ازاي، عايز انجح. وانا شايف يعني شوقي او الحضري او كابتن ضيا يعني عندهم اللي هم عايزين ينجحوا، فشايف دي ممكن دافع مع الراجل يعني.